المسألة على أرض الواقع، برضو حابين إنه نتعرف يعني على إنه الارتباط الوثيق كيف بدأ، وشنو القصص اللي بعد ذلك بقت متوالية مع مسألة يعني الثعابين داخل البيت. طبعا هي شغلة أصلا بدت من هي طبعا كرامة تمونا الشيخ إبراهيم الكباشي، وسر السيم ده بالذات اداني أبونا الكباشي أبونا الشيخ على أبو شمال اللي هزت القبة البرة دي، واداني وقال لي اديتك السيم ليه جنة يعني شيء مفتوح بلا نهاية. فبعد ذاك ورثناه نحن طبعا من جد لعم لحد ما وصلنا، فأنا بقيت طبعا أتواصل مع السيم والعقرب والدابي بأنواع، وأي زول مقروس عنده عقرب دابي بطلعه، زول مقروس بيقول هنا بعيد عنده دابي عنده عقرب بطلع له. فالحمد لله شغله بقت طبيعي، احس حتى الاطفال دي العادي بقى عندهم السمنه العقرب والدابه عندنا شيء طبيعي. يعني كيف انه برضو الاسره والاطفال داخل البيت قادرين يتعاملوا مع لا الثعابين؟ والله عادي جدا، ياكلون ويسكون وياخذون ويش. مع الثعابين. نعم. اها، وما حصل انه يعني حصلت مشكله قبل كده؟ لا والله حتى لو شيء يعني لو حبش واحد ما بس يلفون بشيء. عادي. سبحان الله، نعم. كيف الكلام ده؟ هلا عندي الولد الصغير اللي لابس البلله كان شايل الدابه كده قام عض في يده. ما أثر معي بيش نهائي. نهاية، بس عمل لحبة كده وصلت عليه وانتهى البيع. وطيب المدام برضو كيف بتتعامل معك؟ بنفس النظام بتتعامل معه، بيشيل الدايب والعقرب ويش، حتى لو طلعت اي محل برا لقى الدايب بتجيبه معه. يعني انا لو كنت ما هي قاعد موجودة في اي مكان بيطلع الدايب عادي، الاولاد برضو نفس الشيء، هسه برضو الولد ده بيطلع الدايب والعقرب. يعني شيء مفروز هنا الحمد لله. طيب يعني بتربي انواع محددة من لا الثعابين؟ كل الانواع اللي هي كلها، شنو؟ الكوبرا وبدرق والوشاش والكوبرا صحراوي وزرافي، انواع كثيره شديده لو تعدد لك اكثر من 30 نوعين كلهم بتتعامل معهم. كلهم العمل معهم. نعم ايوه. طب برضو يعني بنتكلم عن اخطر انواع الثعابين. نعم اكثر من اسماعين ثلاثه تقريبا ولا اكثر، في واحد زي ما قلت لك اللي بيضرب بينزف الجسم كله، كل نسمات الجسم بتكب دم، حتى لو كان في جرح لو له 100 سنه بيفتح. ده نوع بدرج اسمه، دايما بيكون في المناطق المقفولة، يعني مثلا تحت الذراع بتاعت القصب حتات هناك كده بيكون محلات ناشفة شوية لكن مغطية. وفي تاني الوشاش، الوشاش ده فيه اتنين، في واحد بيجي جوا الموية وواحد صحراوي منقط كده أبيض اللي كانت الصورة بتاعته مرة في عند الولد. وأما الدرج الخطير ده بيجيب فوق بيجيب عديل، ده ضربة دخان شديد حار جدا مفعول وقوي سريع. والكوبرا طبعا أخطر مني الاتنين، الكوبري طبعا خطيرة جدا، ده وسم ما تقيل وش لو رشت في العيون دي بتعمي. وبعدين شفت يمكن الكوبري عنده قوة لدرجة انه سمها لما عاد سمها قوي شديد بتقتل الأسد، لو رشت الأسد في وشه بتنتهي منه، بعد ذاك لو عضت إلا تكمل ما بتفك. نعم. طيب انت وين بتلقى الثعابين دي يا خضر؟ ما أنا البلد الناس اللي بيلقون هم بدقوا لي أنا بمشي لهم. هاي يعني لما أخش منطقة فاسم دابي مثلا أول ما يخرج بشم ريحة الدابي صعبان، وبعرف من ريحته هو ذات نوع. كيف؟ طبعا ريحة السبيب الدايب تختلف، يعني فيها كم نوع، في واحد نوع زي العرق بتاع النايدة بتاع الشجر، واحد ريحته زي النحاس، واحد ريحته قريحة جدا، وفي واحد تراب ما بتشمه. أو أول ما تدخل بتعرف؟ بحس بيضة والي بعرفه من خلال حاسة الشم يعني؟ من حاسة الشم بعرف انه صعبان موجود في المنطقة في الحتة اللي أنا خشيتها، يعني بعد 5 6 7 8 أمتار. بتعرف إنه الحتة فيها ثعابين نعم ولا ما فيها؟ نعم سبحان الله. نديك الصحة العافية. يعني حصلت تجارب قبل كده قدامك؟ حصلت المسائل دي؟ كثير جدا. أها، كده احكي لنا. يمكن مرة أنا موجود في البيت هنا، يعني يمكن تكون مسافة بعد من اللي قلتها لك دي، الزلط حق الجيتوباس مقصد الحلة دي، أنا قاعد كده الساعة 9 بالليل وتقمر الجو بارد شديد هادي يعني طوال، حسيت لي الثعبان طلبت من هنا جنيت الزرع لقيت واقف ثبت وجبت وجيت ثبت الثعبان. جبت وجيت والثعبان ثبت لك وقف ثبت يعني. طوال والله نهارته سعيدة ده طوال وقف كيف؟ ودي كل سهولة قبضت وشلت وجبته جبته البيت هنا. طبعا أم الغم قامت قالت لي اللي هي المدام قالت لي وين جارتي منه، قلت لها والله في ثعبان هنا عشان مريت انه اجيب وجه. لما جبته لا قال تضحك والله قالت لي انت سبحان الله حتى حق الخلوة تجيبي. المشاهد قد يعتقد أن المسألة فيها نوع من السحر ولا نوع لا من لا ال لا لا والله شيء طبيعي جدا، يعني يمكن طريقنا ده يعني هو شيخ ابراهيم الكباش لما قال لي بشمله جدنا قال لي وديتك السم والجن والصبيان والجنة وكملت وكملنا فيك وختمنا لك بلا اله الا الله.
احنا سيح تلمانية خايسية بنخش بالتهليل لا اله الا الله لا اله الا الله. بعد ذاك بنبدا شغلنا طبعا في نظام صفار للثعبان. بعد ما احس انه في دبيب موجود بقوم طوالي بعد ما عملت التهليل بعمل صفارة. سعيد 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 كم مرة كده بسمع الصوت وبيجي طالع. بعد ذاك بسلمه طبعا. سعيد ده الاسم يعني؟ السيد عايز يسمى ثعبان. يصير اسم طبيعي. وحتى الثعابين عندها اسامي؟ اي طبعا. هي انواع لكن بناديهم باسم واحد بسعيد بس. بسعيد. اي نعم. طيب انا شايف برضه في الطار في يدك. اي نعم. برضه ضمن المسألة دي ولا؟ اي والله لا الطار ده طبعا سهل. يعني يمكن الواحد يمدح شوية انا ما قاعد امدح لكن. حاول. اي بس نتبرك سهل زي ما بقولوا. اي. لك كل بدون اشتراك المظل الجلال وراك الشوق يا رسولي متى راك. صلى الله عليه. زي ما شايفين الثعابين وهي ما شاء الله يعني عامرة في البيت وكذلك يعني حتى الأطفال الصغار هم قادرين يتعاملوا معهم. كلمنا شوية يا عمنا خضر عن الثعابين دي وأنواع الآن يعني. طبعا ده الاستاذ ده زريق اسمه زريق. ده ممكن يكيس يعني في مناطق صحراء لكن تكون يعني ما صحراء النهايه. يعني ممكن يكون فيها شجر ممكن تكون عاديه نمور فيها ممكن يعيش المنازل. بعدين خطير جدا يعض بسرعه. اي نعم. طيب الان الاطفال ده بيتعاملوا عادي مع الثعابين يعني؟ شيء طبيعي يعني ما طبعا بيقالوا شيء طبيعي مما قاموا يقولوا الثعابين معاهم في البيت. حتى انا لما اطلع اجيب لي ثعبان مجرد ما اجي خاش يقول لي يا ابوي جبت ثعبان ادينا له. طوالي اول بس شايف السعدين ادينا له طوالي بالطريقه دي. يعني اي ثعبان يجيبه لازم يشيلوه مهما يكون شرس. سبحان الله. يعني طوالي بتعدى معه. والثعابين ما بتعزيهم؟ لا ما بتعزيهم. نعم اجي فيها بركات. والنوع الثاني ده النوع ده زرافي اسمه. ده بيعيش في الشجر. ده كمان بيغزق من الارض يمكن يطلع فوق الشجر بسرعه جدا. ذات انا طلعت من الشجر يمكن اخذ قريب ساعه ونص حتى استبت. هاي بنادي وبيجي طالع تحت ثاني برجع فوق ثاني وسريع جدا. يعني يمكن اخذ قريب ساعه ونص حتى استلمنه من منطقه العلفون هنا. نعم. ممكن يعني كمان واحد من الاطفال نساله من الابناء نساله يجي علينا جاي نتكلم معه. اسمك منو؟ بركات الحب البركات. امسك الثعبان عليك ثبت الصوت. لا ما المايك ما المايك شعبان امسك الثعبان. اسمه بركات الحب البركات. بركات انت ما تخاف من الثعابين؟ لا. اي ثعبان؟ يعني الثعابين دي اصحابك ولا كيف يعني الحكايه شنو؟ اصحابي واخواني جحايا. بتحبهم؟ اسمه منو هسه الثعبان؟ سعيد. اسمه سعيد؟ بدنا عديو؟ سعيد. هاديو اتلفت عليه. اتلفت عليه. يعني اصحابك قاعد تخوفهم بالثعابين ولا لا؟ لا ما قاعد تخوفهم. ما بتخاف اي ثعبان يعني؟ لا اي ثعبان. انا خاف اجلو. بتلعب مع اي ثعبان؟ اجلو. طيب كمان معانا برضو مجتبى. مجتبى ادير محمد احمد. انا مجتبى. هادي الثعبان نشيله نلبسه عادي. من 200 من انت صغير ولا بعد ما كبرت بديت تتعامل مع الثعابين؟ من انا صغير. من انت صغير؟ اي. انا ليه السر قاعد تلعب بالثعابين؟ اي كده لعب بيه واسي بس بيلعب بالثعبان مش كده؟ نعم. اي نعم طبيعي جدا. هو ده ما شايف بركة بس يعني الحكاية دي ما فيها سر يا خضر؟ والله فيها سر. هاي السر طبعا ممسوك ما يعمل الحيل فيهم. ما زي ما قلت لك السر طبعا من جدا من عرس وراسا احنا. يا سلام. اي نعم. الحكاية يعني عندك بس ولا عند كل عند عدد؟ كانت عند ابواتنا الكبار لكن اخيرا هسه ماسكانا. كل الابوات؟ اي نعم ابواتنا الكبار كانت ماسكينا هون لكن هسه انا طبعا البارس السنه. السر ما بتدي او السر شد شنو يعني؟ ما بندي ولا لا السر ده بنعرفه جواني نحن بس من دعم البيبر انا. جواكم؟ اي نعم السر لا حجاب ولا ورقه ولا هناك. السر جوا في سمنه ذات في دم ذات في الدم. نعم جوا
اي نعم. وكيف طيب صرت قدرت انه تديه للاولاد عشان ما يلعبوا بالثعابين بالطريقه طبعا دي؟ اولادي طبعا اولادي طبعا بيكونوا معي طوال 24 ساعه يكونوا معك انت. نعم يعني هسه لو جابوا زول قرصه ده بعقلك هم كلهم موجودين محسبه طوال بيعرفوا انه زول ده قرصه ده او قرصه سبحان الله بيقلوا بيعرفوا طوال. نعم طيب كيف طيب بيطلعوا السم كيف؟ السم طبعا الداي بيزداد بيلدق في حتات معينه الدبي طبعا بيلدق في المفاصل لما يلدق طبعا لما يجيبونا زول مقروص بيكون طبعا الكرة مورمة هو اليد من محل الضربة ذاتها بنغسلها بملح وموية موية دافية لحد ما يظهر الأسنان بتاعته هي ما سنون هو بيقول عليها سنون لكن هي ما سنون هي تلبيسة بنزل بها السم وبيسحب سنونه بعد ذاك مجرد ما سحب خشمه البتاع الجسم بيقفل طبعا البتاع بيكون جوا موجودة بعد ذاك ننظفه بنطلعها اي نعم بعد ذلك طبعا الشغل شو بتبرد. طيب هسه الثعابين القدامي والشفاح اللي بيلعبوا بالثعابين ده خضر نعم هي سامه ممكن تكون خطره شديد. سامه شديده والله وخطره جدا لو عضت بتاع ازاز شديد نعم اقعد نعم سامه يعني هسه في يد الاولاد دي والله سامه شديد وبيتأذن بسرعة. طب ممكن أنا أتأذى؟ لا أنت ممنوع أنت منخل أدهبشك إن شاء الله أنت ما حبيبنا بقيت. يا سلام. نعم. أديت السر ولا؟ لا أنا بركناك بالنية بس. الله يديك الصحة والعافية إن شاء الله. والله ما شاء الله يعني المسألة باعتبار أنها هي يعني قد تكون مدخشة ومخيفة يا خدر. نعم نعم. هي مدخشة ومخيفة لكن إحنا عندنا طبيعية زي ما شايفة. يعني حتى أطفالنا ذاتهم بيقالوا إيش عادي. لكن أي زول عنده ثعبان تلقى الأسرة كلها طلعت برا وترهبت منه هناك. لكن احنا ما عندنا حاجه مجرد ما جبنا اي سبان طوال بيثبت ويتقدم معنا روك ساي. طيب يعني برضو كمان كلمنا عن انه الاسره كيف قدرت انها كيف قدرت الاسره انها برضو تتماشى يعني المدام واخواتها واسرتها يعني اي نعم تقبلوا المساله دي كيف؟ والله يبلو عادي والحياة طبعا ما هم ما ترددوا منا لكن كثره الممارسه شافونا ان احنا شيء طبيعي بقى لنا طوال شيء انه قلنا لهم تشيلوا شالوا طوال يعني ما ترددوا يعني اسال مدام بقت تجيبها من اي حته لقيت اي سبان بتجيبه حس انا لما نكون ما في لو اي سبان قريب في الحي من الادوات طالب تستلم بتجيبه تمشي تستلم السبان اي نعم بتجيبه انا اسال لو الكيس ما هي بتدخل الكيس مخده بتربط ويقول يا اخي لقينا سبان ناس جبنا لك واشيله طبعا بدخل الخلف هنا نعم طيب قبيل برضه ذكرت لي نقطة برضه داير توضحه للمشاهد الكريم انه ممكن تنادي الثعبان من بعيد يعني مشكلة في حركات محددة في طريقة طريقة محددة طبعا هو الحياة الواحد زي ما قلت لك لو الواحد دار نادي ثعبان مجرد ما خش طبعا هو الشيء اللي بيخليني الواحد شنو يتاكد انه الثعبان موجود الريحه بتاعته يعني انا مجرد ما حسيت بانه الثعبان ده قاعد موجود بعد ذاك بناديه طيب ايها المشاهدون الكرام قصتنا متواصله من خلال الاتهاش مع ضيفنا الكريم خضر احمد احمد من خلال يعني هذا التنوع وكذلك من خلال يعني قد يكون يعني امرا غريبا في انه انسان يتعامل مع الثعابين احنا حنمشي معه برضو عشان نشوف انواع الثعابين وهو كيف برضو بيتعامل مع الثعابين مش هو وبس حتى يعني اطفاله الصغار واسرته والمدام في البيت كله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد يا سعيد أطلع يا سعيد وسلم سريع هيا يا سعيد رح أطلع أطلع يا سعيد سلم سريع هيا بعد ذلك طبعا بيصهر مجرد ما سمع صوت المنادى طوال بيطالب يعني ما ممكن أي زول يعمل لا لا ممكن يعني يزول في زول حاول قبل كده كثير يعني ما عنده علاقة بيننا احنا قال كورك وقال له انا طبعا من ناس ابو شمال وناس ابو شمال ديلة على السم وفي زول بندرة طلعوا عليكم يعني يمكن الحكاية استمرت قريب 12 ساعة لا طلع لا ظهر ولا شيء ما الحكاية ما مشت ما مشت معه فالجماعة قال يا اخي انت يا اخي ما من ناس ابو شمال انت اخوة خارج في النهاية احترف لهم قالوا انا والله من ناس ابو شمال قال انت قبل ما قلت الناس ابو شمال ناس ابو شمال طبعا الشيخ الكباشي معروفين السم حقهم يا رسول الله
يعني سيم هالمهمة تقول ناس ابو جمال خلاص الامر انتهى، زين معروف حقنا. يعني اولادك ديل برضو ممكن يورثوا بعدين. يورثوا بعدين ان شاء الله. نعم. ان شاء الله نعم. طيب الحكايه دي يعني برضو العقارب كيف طيب؟ العقارب برضو نفس الصوره. برضو العقارب طبعا. طبعا من العقارب برضو عندنا اسم النادي عندنا اسم كندا ثلاث اسامي. سمة حليمة وخام الله وبخيتها. ليه الاسباب بتاعك؟ تخش اي بيت تنادي الاسم العقرب نعم يطلع. تنادي الاسماء دي يا ودي سيرة طوالي بس بيتها حليمة ده بيتثبت طوالي خدتها هنا في يدي بعدك نظام برطمانية صغيرة بتاعت المربى دي بشيلها ودخلها جوا خليهم وقبلها ترى نعم كده بخليها تاخد خلاص بعدك بشنو؟ فبعدك بشيلها بجيبها شنو؟ عادي جدا. السم العقارب برضو يعني كلمنا عن سم العقارب وانه برضو انتو بتشتغل فيه. اي نعم العقارب ذاته طبعا فكوا سيبوا لي. برضو كمان دايرين نتكلم يا خضر، طالما ذكرت انه في طرق محدده للعقارب وطرق محدده للثعابين برضو يعني في قصص قبل كده مشيت بيوت ناديت كثير ناديت الثعابين ومرقت وبرضو العقرب برضو طلعتها يمكن ده العقرب دي كان كمان عقرب سوداء كبيره جدا ديك في دنيا خدتيها هنا انا شفتها فوق وشاهدت البرنامج بتاع دنيا ده مشينا حته قدام لنا هنا في الشرك والجماعة قالوا يا أخي الله الواد رسوله عشان يجيب شنو؟ يجيب له حاجة من المخزن بتاعهم فيه إيش؟ ظهرت العقرب بتاعنا وزغت. هذوني مشيت طلعتها كورك تلاقيات مرقة شلتها جبتها معي. كبيرة شديد يعني لو جيت صورتها سيد خاف منها. يعني حتى فيها شعر سوداء شديد. يعني الضرب بتاع الورد كله أسود. فشلتها جبتها. برضو قلت لي على إنك أنت يعني الدواب شايف انه البيت ما فيه سور. اي نعم. السر شنو؟ والله ما عملي سور طبعا. عشان الدواب تجي خشب. تجي خشب طبعا نعم. عشان الدواب تجي خشب تجي خشب طبعا. ما يلقى ايوه تعالي سؤال الدواب تجي خشب. نعم. الله يديك الصحة والعافية. المسألة اللي ما سببت لك يا خضر بعض من الضيق والازعاج و والله عادي يعني يمكن يجونا ناس في زمن متاخر شديد يدوروا انه مقارصوا دبيب ساعة 2 ونص صباحا، ساعة 4 صباحا. بيقال لنا شيء طبيعي طبعا. بقيت معروف في الحلة انه ده زول الثعابين. نعم معروف هاي. يعني اي زول انه مقروس عنده داب من الجنة مقروس ولا عنده داب بيطلعوا لنا. ولا اي زول شك في حتة انه في ثعبان ممكن يجي يناديني طبعا طبعا بيجي نعم. وطبعا نظام تأمين ثاني كمان. في تأمين طبعا زي نظام الكهرباء طبعا لما تأمينها ثاني بدك تعمل حاجة. نحن عندنا نظام سبع حجار فينا سر نخطين في أركان البيت والأطراف المهم في الأركان وفي المداخل. لما تعمل ثاني الاداب العقرب ما يقدر يتصرف نهائي. نعم لان عنده معين شروط يا الفوت يا الموت. نعم. احنا والله سعدنا بك. الله يديك الصحة. تسلم تسلم تسلم. بس انا ممكن امسك الثعبان. قلت الثعبان خطر مش كده؟ خطر شديد. خطر شديد نعم سمع. ممكن انا امسكه؟ والله خطر عليك بتمسكه؟ خطر علي؟ لا خطر علي ده خلاص معناته. اقول للمشاهد الكريم دي هي قصص الاتهاش وزي ما قدامنا انه الثعابين المختلفه دي
خضر محمد احمد ايها المشاهدون الكرام، زي ما شايفين حتى يعني ما شاء الله اطفاله الصغار كلهم هنا قدامي قاعدين يلعبوا بالثعابين، وهم متعالفين طبعا الى حد كبير مع الـ مع الـ الثعابين، اي نوع من انواع الثعابين المختلفه. وطبعا دي ثعابين خطره جدا، حتى علي انا القاعد في وسطهم، لكن ابوهم بيقول انه في عنده سر بيتعامل مع السر ده. طيب يا خضر، يعني كلمنا برضو وكلم المشاهدين على انه انت بتربي الثعابين دي في البيت، يعني بتاكلهم كيف يعني؟ هاي طبعا الثعبان بياكل لحمه ونديه لبن ومويه وبيض، المهم اي شيء بنشرب نسقي لهم مرات، حتى لو الواحد طلع لهم مشوار شاي صوبان معه، لو ما في مويه بسقي بارد عادي. نعم، يعني هنا عندهم معدات للاكل اماكن مخصصه بتاكلهم بتشربهم حاجات مخصصه كده بالاكلهم وشربهم شراب. طبعا اللحم اللي بنقطعها لهم صغار بناكلها لهم بنحطها لهم بياكلوها، لكن المويه دي عندها حياه معينه كبلين فيها، يعني هسه ممكن كبلين مويه يشربهم قدامكم. نعم ان شاء الله الكاميرا حتصطحب لكثير من المداخيل، كيف انه يعني خضر بياكل الثعابين وكيف انه برضه بيشربهم الثعابين. بعد ما عرفنا انه هم ايوه ده قادرين انه يتعاملوا مع الثعابين داخل البيت بهذه الصوره، طبعا بهذه الكيفيه المخيفه جدا يعني لمسألة الثعابين. خضر كتر خيرك كثير، شكرا جزيلا على قصص الإدهاش دي يعني. سلوك شكرا لك، سعدنا بك كثير في هذا البرنامج. يديك الصحة والعافية، تسلم والله. شكرا لناس الشروق ولأخونا ناجي، يعني زول يعني دائما بيحب النظام ودائما بيحبنا، يعني احنا نشكره كثير ونشكر الشروق. والتحية لأهلنا جميعا لسيلات والدومة منطقة الساحل وشمال، وأهلنا ناس بشملة كلهم، وحضرة أبونا الشيخ إبراهيم الكباش تحية لهنا، الصوفية كلهم تحية لهنا إن شاء الله، وتحية للسودان إن شاء الله، لأهلنا جميعا في السودان، وتأمن البلاد من كل صعب وتعب إن شاء الله، وإن شاء الله بلدنا مؤمنة ومكرومة في أي لحظة إن شاء الله. يعني أيها المشاهدون الكرام، زول لو حس في حتة في صعبان طوالي يصل لنا طوالي. نعم، ممكن نديكم رقم التلفون 0 9 615 91 272. نعم، والمسألة اللي بتشتغل لوجه الله تعالى كده والله طبعا يعني خدمه، لكن طبعا في نظام معين فيها يعني، ولانه في تامين، التامين طبعا بنعمله مجرد ما جينا سوبان عشان بيجي واحد ثاني هذه ناس البيت بنعمل التامين زي ما قلت لك، هي 7 حجار. ايوه تعمل تامين في البيت يعني. اي نعم، من السم كله من العقرب قدام، ثاني ما بتتصرف ان شاء الله. ثاني ما يكون في سم. حتى لو ما بيتصرف، حتى لو خشه ما بيتصرف. ثاني ما يتصرف. نعم. نعم. طيب شكرا لك كثير. الله يديك على استسلم من كل شر. الله يديك العافيه ناجي سلوك. مرحبا. اذا ايها المشاهدون الكرام، دي كانت هي القصه والادهاش المختلف لهذا الرجل الذي يؤلف ويتالف كذلك، يعيش ويتعايش كذلك مع الثعابين وحتى مع ابنائه الصغار داخل البيت. سعدنا كثيرا بمتابعتكم، حتى جديد الملتقى في قصه اخرى وفي ادهاش اخر. تحياتي والفريق العامل، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.